شكل الدوام. ايش حقول لهم دحين؟ قول لهم سيارتك تعطلت. كل يوم اقول لهم سيارتي تعطلت. قول لهم جدتك ماتت. ثاني جدتي ماتت وانا عندي كم جده؟ خلاص انا احسن اواجههم بشجاعه واقول لهم الصراحه انه راحت علي نومه. استنى استنى، بلا صراحه بلا بطيخ. الو معليش عشان مريض وما نمت طول الليل. بنتي كانت مسخنه وديتها الطوارئ وانت عارف. الله يسلمك. لا الحمد لله اطمنا عليها، بس تكفى دق عني الكرت. مشكور ما تقصر. اوف اطفح راتبك بالحرام يا ولد ادم. كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به.